والمعلم والكابتن وحاجات كبيرة جدا في قيمة الصحافة، الصحافة النظيفة، الصحافة النقية، الصحافة الأمينة. كابتن عبد المجيد نعمان عليه رحمة الله، شيخ النقاد الرياضيين، واحد من الرعيل الأول، واحد من المؤسسين الأفاضل جدا، رحل عن دنيانا من 18 سنة بالظبط، بكرة 24 إبريل ذكرى رحيل الكابتن عبد المجيد نعمان للأجيال الجديدة اللي ربما يكون ما شافتش الكابتن نعمان، ما قرتش عن الكابتن نعمان، ما عرفتش حاجة حقيقية عن عبد المجيد نعمان في هذا التقرير. إنها الذكرى 18 لرحيل عبد المجيد نعمان، 18 عاما مرت على رحيل شيخ النقاد أستاذ الأخلاق الصحفية، واحد من أشهر النقاد الرياضيين في تاريخ الصحافة العربية. ولد عبد المجيد نعمان في 18 من إبريل عام 1915 بقرية دلجة بمحافظة المنيا، رحل عن دنيانا في 24 من إبريل عام 2002. بين الميلاد والرحيل كان المشوار الطويل حافلا بخدمة الوطن وحب الأهل وعشق الصحافة والصدق والأمانة. تقلد نعمان العديد من المناصب بالقوات المسلحة، نال شرف الدفاع عن الوطن في حرب فلسطين عام 1948 وفي حرب 1956، كما حصل على عديد من الأوسمة والنياشين، منها نوط الجدارة الذهبي للمشاركة في عبور الأطلنطي بأول طائرة مصرية عام 1949. حصل على نيشان النيل من الطبقة الخامسة للمشاركة في تسجيل رقم قياسي للطيران المباشر من لندن إلى الخرطوم، وكان ذلك عام 1950. وسام الرياضة من الطبقة الأولى عام 1966. نوط الامتياز من الطبقة الأولى عام 91. لعب عبد المجيد نعمان للنادي الأهلي عام 1938 بالفريق الأول، مثل منتخب مصر العسكري قبل أن يتجه لمجال التحكيم ليصبح حكما دوليا عام 1955، ثم رئيس الاتحاد الكرة المصري عام 57، ثم عضوا باللجنة الأولمبية المصرية عام 71، وكيل الاتحاد الكرة عام 78. على الصعيد الصحفي شغف نعمان بالصحافة، ومن أجلها ترك العمل بالقوات المسلحة ليبدأ رحلة التألق داخل بلاط صاحبة الجلالة التي بدأها في دار التحرير، ثم انتقل إلى دار أخبار اليوم. بدأ عبد المجيد نعمان حياته الصحفية رئيسا للقسم الرياضي بجريدة المساء منذ إنشائها عام 56 وحتى عام 65، ثم انتقل لمؤسسة أخبار اليوم ليعمل رئيسا لتحرير الرياضة في 20 من سبتمبر عام 1965، ثم رئيسا لتحرير مجلة النادي الأهلي منذ عام 81 وحتى وفاته الملكة. في عام 1970 تقلد منصب نائب رئيس اتحاد الصحفيين الرياضيين الأفارقة عام 74، أمين عام اتحاد الصحفيين العرب عام 76. ارتبط عبد المجيد نعمان قلبا وروحا بالراحل العظيم صالح سليم، حتى أن قلبه لم يحتمل إشاعة وفاة المايسترو ليفارق الحياة على أثر خبر كاذب، وليتم إخفاء خبر وفاته عن المايسترو الذي كان يخضع للعلاج في لندن، ليرحل نعمان وهو لا يعلم أن صالح ما زال حيا، ويرحل صالح وهو لا يعلم أن نعمان قد فارق الحياة. ثمة مفارقة أخيرة، أن يرحل نعمان عاشق الأهلي في نفس تاريخ الذكرى السنوية لتأسيس النادي، وكأنها رسالة قدرية كاشفة عن سر الارتباط الروحي بين نعمان والكيان. كابتن نعمان، طبعا أنا شفت قيمته الرياضية العسكرية الصحفية الإنسانية الأخلاقية، ودي القيمة الأخرانية دي خليته من أقرب الناس لكابتن صالح. كابتن صالح كان عينه بتفرز قوي قوي في الحتة دي، ما يديش ثقته لأي حد. أنا أزعم أنه كابتن نعمان كان أحد هؤلاء الثقاة عند الكابتن صالح سليم. شوفوا هذه العلاقة، يعني تاريخ الكابتن نعمان يا جماعة ثري جدا،
انت بتتكلم على واحد من رجال القوات المسلحه، واحد كان ضمن تنظيم الضباط الاحرار، عمل يعني عايز اقول لك على حاجه، بعد وفاته احمد حمروش واحد من الضباط الاحرار كتب في روزا اليوسف بعد وفاه عبد المجيد نعمان، عبد المجيد نعمان الذي لم يعرفه احد، وقال انا بما انه عبد المجيد نعمان توفى ليا ان انا افشي سر انه هذا الرجل من وطنيته شال منشورات تنظيم الضباط الاحرار على طياره الملك عشان يوديها مطار الماظة. لما مدكور ابو العز، الفريق مدكور ابو العز في فتره بناء السد العالي من ثقته في عبد المجيد نعمان خده سكرتير عام محافظه اسوان، بعدها يتجه هو لاعب في النادي الاهلي السابق، حكم دولي سابق، يتجه للعمل الصحفي، فياخده خالد محي الدين وزكريا محي الدين للجمهوريه علشان ينشئ اول قسم رياضي في جريده المسا لما بدات، ويعمل صفحه رياضيه كامله تتلمذ على ايده او قدم للصحافه الرياضيه اثنين، كان الاستاذ حمدي النحاس والاستاذ ناصر سليم. الاستاذ حمدي كان الله يرحمهم بيذكر ده بالعرفان دايما، انه لما نعمان راح دار التحرير او بدا الرياضه هناك كان الاستاذ حمدي النحاس في الحسابات ولاعب هوكي سابق، وكان الكابتن ناصر لعب سليم. لاعب هوكي فين؟ في النادي الاهلي، في الزمالك. في الزمالك. شوف بقى الاستاذ نعمان، شوف عشان كده بقول لك في الاهلي ما فيش الفكره دي. كابتن نعمان جاب اثنين من عتاولة الزمالك، ده لاعب طايرة او لاعب باسكت، ما حدش فيهم دخل واحد اهلاوي بالظبط علشان يروح بعد كده رئيس تحرير للرياضة والشباب في اخبار اليوم، ويكون له دور طويل جدا مع رياضة اخبار اليوم ثم مجلة الاهلي ابتداء من عام 81 بعد الراحل العظيم قبله خلفه او اللي سبقه الاستاذ نجيب المستكاوي، قبليهم كان المؤسس الكبير ربنا يديله الصحة وطولة العمر الأستاذ عبد الرحمن فهمي. لكن علاقة الكابتن صالح سليم بالكابتن عبد المجيد نعمان علاقة يتقال فيها كتير جدا، إثر سماع شائعة عن وفاة الكابتن صالح، تعب الكابتن نعمان، دخل المستشفى، توفاه الله في 24 إبريل 2002 وهو قلبه مهزوز إنه سمع إنه ربما يكون صالح سليم مات. بعدها ب 15 يوم يرحل الكابتن صالح سليم وهو لا يعلم أن الكابتن نعمان سبقه إلى الدار الآخرة. أنا بس عايز أقول للسادة المشاهدين، هي حلقة توغلنا فيها سباحة إلى الخلف إلى التاريخ، لأن الحقيقة لو كنا هنتكلم على اليومين دول هنخش في الكلام الفارغ اللي بقالنا مدة فيه، واللي كل واحد يعني صحي من النوم فجأة لقى انه ممكن يبقى لو طلع يشم الاهلي يبقى يعمل له قرشين كويسين، لو طلع يتكلم على تاريخ ما حدش شافه غيره احتمال حد يصدقه. فاحنا توغلنا الى التاريخ الموثق. اشكرك يا استاذ ابراهيم، اشكر فريق الاعداد. رمضان كريم، نلتقي بعد رمضان بقى ان شاء الله. بعد رمضان جالنا الخبر دلوقتي ان نلتقي بعد رمضان بإذن بعد رمضان بإذن الله. صوما مقبولا، وكل سنة وحضراتكم طيبين. النشاط الرياضي مستمر، تعليقه 15 يوم تانية يعني لغاية منتصف مايو. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير. نلتقي دوما إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين.